اختصار بمرض فضاء السجني غير مناسب للصحة. كان اللقاء على وضعية السجون في المغرب على ضوء واحد التقرير عدو مركز دراسة حقوق الإنسان والديمقراطية، وكان الجانب الصحي هو يعني مهم تطرق إليه، لأن الوضع ديال الساكنة السجنية شيء ما مقلق نظرا المتطلبات للصحة ديال السجناء كترتفع داخل هذا الفضاء المغلق، التحديات اللي مطروحة على جميع مدبري السجون نظرا تو طبيعة المعتقلين وما يتميزون به لو يقول بين قوسين من هشاشة، وهذه الهشاشة كتكون على عدة أصعدة، شجاعة نفسية تربوية ثقافية اجتماعية اقتصادية، هذا كيخلي أن المتطلبات الجانب الصحي كتطلب كتكون مرتفعة جدا والتحدي كيكون كبير. اللي كنلاحظوا في الساكنة السجنية وهو تفشي لابد نقولوا الأمراض النفسية الإدمان نوع من الأمراض المعدية، والآن ظهور حتى الأمراض المزمنة في الوسط الساكنة السجنية. هذا طبعا الحال كيخلي أنه خصك توفر اعتمادات مالية مهمة، خصك توفر موارد بشرية مهمة، لا من أطباء لا من أطباء متخصصين خصوصا في المجال النفسي لا من ممرضين. هذا جانب. كاين جانب ديال الاكتظاظ اللي هو لما نقولوا كيمص هذيك المجهودات اللي كدير المندوبية، اللي لاحظنا في التقرير في على ضوء 5 سنوات كان مجهود كبير على الصعيد الرعاية الصحية، لا من التوظيف لا من إنشاء وإحداث وحدات صحية ولكن ورفع الميزانية ديال الأدوية، هذه كلها مجهودات كبيرة دارتها المندوبية، ولكن مع الأسف الطلب ولا متطلبات السكنجية مرتفعة، السكنة السجنية ارتفعت ما يناهز دابا 90,000 سجين. ملي كتقول 90,000 سجين كيخصك نصوروا اشنو خصها من وحدات صحية، اش خصها من رعاية صحية، وخصوصا اش خصها من موارد بشرية، واش خصها من موارد مالية. وكنلاحظوا هذه بين قوسين انه الميزانية ديال المندوبية ما عرفاتش ارتفاع ولو سنتيم على ضوء 5 سنوات، فهذا هو تحدي كبير. وربما الاتجاه لجنة التشريع لان هنا دور في اصدار القوانين ولا في اعداد الميزانيه والموافقه على الميزانيه، فبالتالي كنأملوا انه هذا المجهود اللي كتعرفوا المندوبيه يواكبوا رفع الاعتمادات اللي ممكن الى بغينا نقولوا تلبيه هذه الحاجيات اللي هي كيف عرفنا من غير. كاين واحد الجانب اخر وتا هو كيطلب اعتماد مالي، وهو الموارد البشريه ديال القطاع براسو ديال الناس الموظفين هما اللي خدامين لا في الاطار الامني ولا الاداري، فكاين نقص في العدد ديالهم وكاين عندهم متطلبات وكاين نوع من الحيف اللي يصيب هذه الفئه ديال الموارد البشريه، فهذوك الحراس والاداريين ربما خص التفاتة لهم كما تم في قطاعات أمنية أخرى. فهو القطاع ديال السجون قطاع أمني بامتياز ويشارك في ضبط الأمن بالنسبة للبلاد، فربما التفاتة وغادي يكون عندها تأثير حتى على المردودية ديالهم وعلى ذاك الشيء اللي بغينا، ذاك الجودة اللي كاينة داخل السجون. وهو الفضاء السجني فضاء مغلق، لا ماشي ما فضاء اللي كي جالب اللي بنقوله ما كيجلبش. ثانية الفضاء ديال العمل ديال الأطباء خارج السجون مغري أكثر بقوة أكثر من الفضاء السجني، فبالتالي هنا كيخص يدار مجهود أنه هادوك العاملين في قطاع السجن تكون عندهم تحفيزات مادية ومعنوية باش نرفعوا من هذاك يعني الإطارة ديالهم ويكون تعويضهم أنهم كيشتغلوا في واحد الفضاء عنده مميزات خاصة. الساكنة ديالو العمل ديالهم معاهم راه شاق وصعب، راه ساكنة خاصة الأمراض النفسية ولا العضوية، لا الأمراض النفسية ولا العضوية ولا طبيعة سلوكاتهم لا المنحرفة ولا الإجرامية كتخلي العمل ديالهم كيكون معاهم شاق، فبالتالي تحفيزات العاملين داخل هذا القطاع خصها تكون مهمة.